يمكن انا يعني كان لازم ببقى موجود رغم ان عندي يعني ظرف شخصي كده، انما ان شاء الله خير. دكتور عبد الناصر والدكتور محمد انور هم الاساس، هم بتوع المؤتمر ده، وان شاء الله كده نشوفهم في المؤتمر 20 وال25 ان شاء الله، بس هيكونوا عجزوا عن كده شوية. استاذ دكتور محمد عبد الوهاب والاستاذ الدكتور محمد ابو القاسم زملائي في الرئاسه الشرفيه للمؤتمر، من الناس اللي عملوا فعلا يعني مساهمه في الاداء وتحسين اداء الكارديولوجي والاهتمام بالنشء في الهلال. هم كل سنة ما شاء الله من تطور إلى تطور. بعد افتتاح يمكن قسم القلب الجديد، يعني أنا متوقع إن هيبقى فيه إن شاء الله يعني كوردينيشن جامد الفترة الجاية، تارجتينج الشباب الكارديولوجيستس والإنترنال ميديسين، بحيث إن إحنا إن شاء الله كده يبقى فيه كوبريشن، والتدريب هيبقى متساوي ما بين الجامعة وما بين الهلال والتأمين الصحي، وده هو الغرض الأساسي من محاربتنا الفترة اللي فاتت. يمكن أنا والزملاء في القسم الدكتور محمد عبد الوهاب الدكتور محمد عيد إن هو يكون في قسم قلب، أن إحنا كلنا الحمد لله أساتذة كارديولوجي فمش فارقة معانا، إنما هو إن يبقى في قسم إن هو ده يبقى الفايدة أكتر للنشء، والشباب تقدر تحضر ماجستيرها ودكتوراتها هنا بدل ما تقعد تسافر وتدور على. وطبعا يمكن الدكتور عبد الناصر والدكتور محمد انور من الناس اللي فايتنج كانوا حاسين بالتعب ده، لانهم تعبوا قوي عشان يحضروا الماجستير والدكتوراه في اماكن بره سوهاج. الحقيقه النهارده انا ليا الشرف ان انا اقدم التوك بتاعت شركه استرازينيكا، وهتكلم عن الديسليبيديميا بشكل مبسط، بحيث ان احنا نوصل الرسالة لي. انا مش حمل عن ان انا اتكلم عن الحقيقة الديسليبيديميا عشان خاطر ده موضوع مهم جدا. هو هنا كان في كوميك على هزيمة الزمالك امبارح، بس شلته للأسف لان الزمالك فاز على غير العادة، رغم ان انا كنت مجهز الكوميك بتاعه انما اضطريت اشيله للأسف في اخر لحظة، شلته في اخر في الدقيقه 89، رحت اضطريت فتحت اللابتوب وشلت شلت الكوميك. انا كنت عايز اقول يعني ان انا مش همل في الكلام عن ديسليبيديميا زي الاهلي ما بيملش عن الفوز على الزمالك، وده كان اول مره اول ماتش يفوتوا عليه يفوزوا فيه من 20 سنه في الدور الاول في الدوري. خير الديسليبيديميا دكتور عصام بيه الاخبار، نور يا فندم. صح طبعا، تفضل يا باشا. نور يا فندم. الديسليبيديميا كميجور كوز اوف كارديو فاسكولار ديس اند مورتاليتي، واحنا بنتكلم عن ارقام رهيبه. كل مره وفي كل محاضره بقولها ازاي ان احنا عندنا ريسك اكتر من ريسك اوف وورز وريسك اوف اكسيدنتس وريسك اوف كانسر بمراحل. احنا واخدين موقع متميز جدا الحقيقه كالهايست ريسك، ذا هايست. احنا بره المعادله، تمام. احنا لما بيجي حد يعمل اساطر من الناس اللي بره الاجانب يجي يشتغل عندنا، بيبص على الكرونريز بتاعه الشباب بيستغرب ايه يعني الحاجات اللي بيشوفها دي بتاعت 60 سنه، انما مش بتاعت 70 سنه. انما شاب 30 و40 سنه وجاي بالمالتي فيزل ديزيز، واحنا بنشوف الكلام ده في الكورونري كله 30 و40 سنه. يعني الايج ده بريدكتور عالي لان احنا كل ما بيصغر السن، مش النمبر ده مش هو الاساس في المشكله، لا، لان النمبر ده لا يوحي بان القصه عندنا مور هاي ريسك، لان هم عندهم برضو نمبر، والنمبر ده بس موجود في سن كبير. احنا اللون الاحمر ده اكتسبناه ليه؟ لان الريسك بتاعنا موجود في younger age، بقي في عندي premature aging. هو الاثيروسكلروزس ده بيبتدي اصلا
امتى؟ يعني الاثيروسكلوروزس ده بيحصل امتى؟ امتى الانسان بيديفلوب اثيروسكلوروزس؟ زي ما بيقول الدكتور محمد سنسبيرس، ذا ريت اوف بروجريشن اوف اثيروسكلوروزس هو اللي بيفرق من واحد للتاني. فالريت اوف بروجريشن عندنا فيري هاي، وبالتالي احنا اللي اكتسبنا هذا الدارك كولر اوف ريسك ستراتيفيكيشن. عايز اسال سؤال، ايه الفيرست بريزنتيشن اوف ذس ليبيديميا؟ برافو عليك. الحقيقه الفيرست بريزنتيشن اوف ذس ليبيديميا از ام اي اور سادن ديث، لان ملهاش كلينيكال بريزنتيشن، اتس ا سايلنت ديزيز. انت مش هتحس والله ايه ده انا حاسس نفسي الاثيروسكلروزز زايد عندي اليومين دول، يعني حاسس انا لا ده الكورونريز شكلها 40% كده استينوز، مش هتحس بكده، مش هتحس غير تكة واحدة تك على الأقل لا في نور بيطفي ولا نور بيوحش ولا الأهلي بيتغلب، فهي تك خلصت. فهو بالتالي asymptomatic disease. What is the most important risk factor of coronary artery disease? ليبيدز. يعني ايه السموكينج 35%، اكسرسايز، الكحول انتيك، هايبر تنشن، دايابيتس. ليبيدز هو الموست امبورتنت ريسك فاكتور. الانتجريشن بين الديزيز والريسك فاكتور اقوى علاقه بين، انت شوف في عندك ريسك فاكتورز وفي ديزيز، اقوى علاقه بين الريسك فاكتور والديزيز هتلاقيها بين الليبيد وبين الكورونري ارتري ديزيز. دي اقوى علاقه موجوده بين ريسك فاكتور وديزيز في العالم، الليبت والكورونري ارتري ديزيز. تقال الليبت تقل الكورونري ارتري ديزيز، تزود الليبت تزود، فيري انتيميت ريليشنز، مش زي باقي الحاجات. يعني ممكن تلاقي واحد سموكرز تتصور الكورونريز فله، انما واحد ديسليبيديميك لازم تخش تلاقي الكورونريز بتنيل على عينه، ما تلاقيش الكوليسترول 400 وتخش تصور تلاقي الكورونريز نورمال. فهمتوا الريليشن بين الريسك فاكتور وبين الديزيز؟ واحد دايابيتك تخش تصور الكورونريز بتاعته ما فيهاش ولا حاجه، انما بتوع الديسليبيديمكس تلاقي اغلبيتهم عندهم مشاكل كورونريز، وبالتالي انتيميت ريليشن. حاجه تاني تفسر هذا الانتيميت ريليشن، ان انت اول ما تروح تدي الدراجز بتاعه الليبيدز تلاقي الكورونري اثيروسكلروز قل. ده اللي بيقول لك اهميه هذا النظام. يبقى كل ده هتلاقي ان الديسليبيديميا is even the most important. دي الصورة الطبيعية اللي احنا بنشوفها واللي بنتكلم عنها البروجريشن اوف اثيروسكلروزس. ال LDL يبتدي يخش تحت الانتيما ويبتدي يعمل gradual increase in the size of the plaque associated with the inflammation في السب انتيما، اللي هو ممكن في اي لحظة يروح عمل لك rupture of the plaque ويدخل عيان في myocardial infarction. انما ده الكلاسيك، ان كل شويه الانتيما تزيد ويبتدي يحصل ديكريز ان ذا سايز اوف ذا ليومن، وبالتالي السيمتومز تبتدي انكريزنج. يبتدي العيان الاول يشتكي من الانجينا الستيبل، اللي هي العيان يقول لك انا بمشي 300 متر يجي لي شست باين، فده العيان الستيبل اللي هو زي ده او ده، تلاقي ستيبل انجينا. في عيان تاني لا يقول لك انا ابتديت يبقى اكسليريتد انجينا، تبتدي الانجينا تقلي على لو ثريشولد، تبتدي الانجينا تبقى مور سيفير. هنا تبتدي يحصل اسمها اكسليريتد انجينا، الانجينا شكلها اتغير. عيان يجي لك بعد كده بالتشست بين ديورنج ريست اللي بيسموها انستيبل انجينا او توتال اوكلوجن اوف ذا ليومن اللي بنسميها مايوكاردال انفاركشن. ده الكلاسيك بريزنتيشن اوف اسكيميك هارت ديزيز، فروم المايلد فورمز لحد ما الارتري كله يقفل ونخش في المايوكارديال انفاركشن. انا دوري تو انترفير ان ذس بروسيس از ايرلي از اي كان. تمام. في الجوبيتر ترايل الحقيقه دول الترايلز اللي اتعملت برايمري وسكند بريفنشن. في الجوبيتر ترايل بتلاقي اقل تارجتس من ال LDL ممكن الوصول ليها. حد يعرف ليه؟ هي دي اتعملت فور برايمري بريفنشن، وبالتالي استخدموا الانتي هايبر ليبيديميك دراجز الكريستور على عيانين نورمال ما عندهمش اي حاجه غير ان سيري اكتف بروتين بتاعهم كان عالي، وبالتالي وصلوا الارقام رهيبه في الريدكشن اوف ذا LDL. الناس دول كان عندهم ذا بيست
prevention of morbidity and mortality due to cardiovascular diseases. الجايد لاينز كانت احنا طبعا الشريحه المشهوره ان انا كل ما بيزيد الريسك عندي كل ما بوصل ل مور تارجتنج اتشيفمنت اوف لور ال دي ال كوليسترول اب تو 55% في العيانين الفيري هاي ريسك. ايه تاني بتتكلم عنه الجايد لاينز؟ في الاول كولونري سندرومز احنا بنتكلم عن الهاي دوز ستاتين تريتمنت ريجاردليس اوف ذا انيشال LDL level. يعني ما ينفعش ان عيان جاي باكيوت كورنري سندروم الاقيه بديله اتورفاستاتين 10 ولا اتورفاستاتين 20. القصه ان انت بتسحب ال LDL ده مش عشان تو ديسايد هاو ماتش يو ويل جيف هيم فروم ستاتين، لا انت بتسحب ال LDL عشان لما تيجي تعمل فولو اب تعرف العيان ال LDL بتاعه نزل ولا ما نزلش، انما مش عشان ديسايد يور تايب اوف تريتمنت. لان الاكيوت كورنري سندروم ده دخلك في سبيشال كاتيجوري ان ده لازم ياخد هاي انتنسيتي ستاتين تريتمنت، ملوش دعوه بالال دي ال بتاعه كان كده كده هياخد هاي انتنسيتي ستاتين تريتمنت، لان مش القصه بس ان انا هقلل ال دي ال، لا ده انا هستفيد من الانتي انفلاماتوري بروبرتيز بتاعه الستاتين تريتمنت في ديكريزنج السكندري بريفنشن ان يحصل كده تاني. It's recommended to prescribe the high intensity statin up to the highest tolerated dose. يبقى من الأدوية اللي ببتدي فيها من فوق لتحت من الهايست وأقلل حسب السايد افكتس وحسب الريسبونس هو الستاتين تريتمنت. ببتدي من فوق لتحت من الماكسيمم انتنسيتي وبعد كده انزل according to the response according to the side effects. تمام؟ ولو اقدر ما انزلش مش هنزل. يبقى ده دراجز قليله اللي بيحصل فيها الكلام ده، كل ادويه بتبتدي من تحت ونزود اب تايتريشن. الستاتينز الوحيده اللي بتبتدي من فوق واعمل داون تايتريشن. If the goal not achieved with the maximum tolerated statin combination with ezetimibe. يبقى هنا ليه الجايد لاينز لا زالت مصره على الهاي انتنسيتي statins مش الكومبينيشن فروم ذا ستارت. هم مصرين على هذا عشان عايز العيان يستفيد من الماكسيمم دوز اوف statin تريت. لما العيان ياخد الماكسيمم دوز بتاعت الكريستور از انيشيشن ليه؟ عشان مش بس ال LDL، عشان الانتي انفلاماتوري بروبارتيز اللي مش موجوده في الاذر فورمز. لا الايزيتامايب فيه انتي انفلاماتوري ولا البي سي اس كي 9 فيها انتي انفلاماتوري، ملهاش غير ال دي ال. فعشان كده لا زالت الجايد لاينز مصره على هذا الكلام. We recommend against non-statin lipid lowering as monotherapy or in combination. بتصريح واضح وصريح من الأول. ده اللوغاريتم. البرايمري بريفنشن الحقيقة بيتكلموا عن المودريت انتنسيتي ستاتين تريتمنت. إلا في الناس اللي اتعمل لهم السكورينج وطلعوا إن المورتاليتي بتاعتهم أكتر من 20%. هم دول بيبتدوا هاي انتنسيتي. إنما الأغلبية بتبتدي بمودريت انتنسيتي اللي أنا هنشرحها بعد كده. انما السكندري بريفنشن ما عنديش غير الهاي انتنسيتي ستاتين تريتمنت الا اذا كان في سايد افكتس غير متحمله من الستاتين تريتمنت. الستاتينز والاستامايد والاي بي سي اس كي ده تدريج. انما ما ينفعش ان انا استخدم الفايبريتس والايكوزابنت في المانجمنت اللي هو عيان عنده مايلد ديسليبيديميا ومحطوط السكور ياخد ولا ما ياخدش، اروح مديله حبايه لبنتين. ده كومون بيهيفير. يعني العيان انت مش عارف اديله ولا ما اديلهوش، فاروح مديله حبايه لبنتين ولا قرصين اوميجا 3. ده كده انا عملت له بريفنشن، يو ديدنت دو اني ثينج غير انت زودت اقراص على العيان. فالجايد لاينز كانت صريحه، عايز تدي هتدي الستاتينز، ستاتينز ما قضيتش الغرض هتدي البي سي اس كي 9 انهيبيتورز والايزيتامايب. انما الاثنين دول اد اون تريتمنت اف نيسيسري، اد اون تريتمنت اف نيسيسري، وحطوا الايكوزابنت الاول وبعدين الفايبريتس ان سبيشال سيتويشنز ليس مكانها الان. الانتنسيتي الهاي انتنسيتي ستاتين تارجتنج ان انا اقلل الكوليسترول اكتر من 50% بدوايين فقط لا غير، الباقي كله برانا. يا اما بستخدم الروزوفاستاتين الكريستور 20 و40، يا اما بستخدم الاتورفاستاتين 40 و80. بس مفيش دواء تاني يستخدم في العنايه، لا يوجد دواء اخر يستخدم في العنايه غير الدوايين دول. ما ينفعش تبقى قاعد في العنايه وتشوف دواء تالت. في الكويت مكتوب في الذكور في تعاقد هناك ذكور وزستريل،
ذكور وزستريل، تعرف انه جاي من الكويت على طول. انا عايز 5 دقايق. انا لسه ما كنتش على الدواء اصلا. ال LDL lowering targets achieved الحقيقة في النوعين دول. ليه هم مسموهم high intensity؟ لان انا مش هقدر اوصل لي التارجت اللي هو 63% غير بدول بس. يا اتورفا 80 يا كريستور 20-40. مفيش حاجة تانية تدين. عشان كده حطوه، عشان كده ما ينفعش نستخدم غيرهم. لو حصل سايد افكتس، لو حصلت المشكلة عيان كان نوت توليريت، انا بقدر اغير بعد كده اقلل الجرعة زي ما انا عايز. اذروايز مفيش. القصة ليه بقى؟ هنا قلنا اهي واضحة اهي. هنا الواضح الروزوفا 20، الروزوفا 40 الريدكشن، الناس اللي كان اتشيف البتاع ده اكتر بكتير ان انا استخدم الاتورفا 80. نفس الكلام هنا، اكتر اتشيفمنت مع الروزوفا 40 اب تو 46% ريدكشن، 46 ال دي ال ريدكشن. الجوبيتر تراير بقول لكم دي كانت عملت ثوره. ليه؟ لانها كانت معموله على ناس انت شايفهم نورمال، انما هم اصلا مش نورمال. حصل ماركت امبروفمنت في الريدنجز، وتوافق معاها امبروفمنت في المورتاليتي والموربيديتي. يبقى قصه مش بس ال دي ال ريدكشن، لا ده انا محتاج الانتي انفلاماتوري بروبارتيز بتاعه الستاتينز. وبعد كده عشان كده مهما طلعت ادويه جديده في ريدكشن اوف ذا ال دي ال، الروزوفاستاتين لازال محافظ على مكانه. لازم، لان الجايد لاينز قالت لك لازم تبتدي بيه، وبالتالي طالما ابتديت بيه يبقى الحاجات التانية دي هتبقى مهمه. 44% امبروفمنت في المورتاليتي، ده رقم كبير قوي، ده اكتر من الاسبرين خلي بالكم. يعني الاستاتينز حققت ريدكشن في الموربيديتي والمورتاليتي اكتر من الاسبرين. زمان لما كنا ابتدينا، يمكن دكتور محمد يفتكر، دكتور عصام، ما كانش معانا غير الاسبرين في المانجمنت اوف ديسليبيدي وايه والنيتروماك، تمام. ظهرت بعد كده شويه واللانوكسين. كانت ذكريات غريبه لما ظهرت الاستاتينز، ما كناش مدينها الاهميه التي كانت تستدعيها، ما اكذبش عليك، ما كناش نفهم لسه الامور، كنا شايفينها دواء خزعبلي شويه. بعد كده اكتشفنا انه هو اهم الانتي بليتليت في البريفنشن اوف نيو ايفنتس في العيانين السكند. 20% نمبر نيد تو تريت 25 في الاسبرين، نمبر نيد تو تريت حاجه و90. قد ايه الامبروفمنت مهم جدا في العيانين دول. شايفين الريزلتس بتاعه الجوبيتر ترايل؟ والله الجوبيتر ترايل دي تخليك تفكر ان العيانين كلهم تاخد ستاتين. كل اي واحد هتشوفه هتاخد هياخد ستاتين. انت نفسك هتطلع من هنا وتروح تاخد ستات، تقول ليه لحد دلوقتي ما خدتش ستات، تمام؟ ما عدا الناس اللي اقل من 50 سنة ولا 40. انا بتكلم عن نفسي. يعني الكريستور زي ما شايفين حضراتكم، تريتنج ديسليبيديميا شو سلو في البروجريشن اوف اثيروسكلروزيس. كان يمكن الدكتور محمد عبد الوهاب زمان كنا احنا نعمل الريبورت بتاع البتاع ده الكروناري انجيو، وبعد ما يطلع الريبورت العيان ده محتام بي سي اي، يروح يعمل القرار ويرجع لنا نركب له دعامه، تمام. ما كانش فيه عندنا غير ان احنا نكتب لهم القرار ونقول له روح اعمل القرار الدعامه ويجي وندي له استاتين. كنا نفاجئ ان احنا نرجع نلاقي ان البليك قلت خالص. وبالتالي ده ما كانتش على فكره، ما كانتش لسه طلعت الاسترويد ترايل اللي هشرحها، ده كان ملاحظات نحلة من الاول، بنقول للعيان مش هتركب دعامه، يروح العيان يخرب الدنيا. يعني ايه ده؟ انا خرب الدنيا؟ ده انا اطلع عينكم؟ ده انا هو احنا اهم حاجه الدكتور محمد زايد معايا رئيس قسم الكلى، احنا عايزين الناس بتوع الكلى لما يتحطوا على السكور سيستم ويبقى هاي فيري هاي ريسك او هاي ريسك، لا ياخد الستاتين. هم بيخافوا يدوا الستاتين. انا دي برضو انا مش عارف دكتور محمد رايك. بالعكس، الستاتين بكل صراحه في السكي دي
في كل في كل الجريس ماسيك دي مطلوبه. عدد دايليس بيشنت هو اللي عليه كلام الصراحه. هو طالما العيان ما تحطش على الماشين اف انديكيتد لازم ياخد، انما دونت انيشيت ات فور بيشنتس اوريدي اون دايليسيس انليس انه جاله اكيوت كوناري سيندروم بس. انما انيشيت انما له مطلق الحريه بالعكس ده الناس دول اكتر البريفيرد الامانه هو الاتورفا في العيانين دول مش الرزوفا. الرزوفا بريفيرد بقى في العيانين الهباتيك لو عيان هباتيك ومحتاج ياخد الكلام ده. فدي الاسترويد اللي ثبتت الكلام ده. احنا في شيل البتاع دي بس الماوس بس حرك الماوس. الاسترويد دي ما كانتش ظهرت لما احنا خدنا الملاحظه. الاسترويد دي جابوا العيانين وعملوا لهم ايفس. لما بقوا يعملوا العيانين ايفس بيفور اند افتر فوجئوا بانه فعلا الانتمال ميديال سيكنس ماركتلي ريديوسد وذ ذا يوز اوف ذا كريستور. يبقى هنا كانت واضحه القصه كلها على الكريستور بس. تمام. الادهيرنس اخر حاجه هتكلم فيها. العيان اللي هتقرر انه ياخد ستاتين تريتمنت زي العيان اللي هتقرر ان هو يبتدي علاج الضغط زي العيان اللي هيتقرر ان هو يبتدي ياخد علاج السكر يفهم ان ده لايف لونج تريتمنت وليس تريتمنت فور ذا سيتويشن موجود دلوقتي. دي نقطه اساسيه. انت هتاخد القرار يبقى العيان ده فور ايفر. تمام. بالعكس بس وقف بتاع الشاشه العرض. عيان السكر ممكن يخش في الهاني مون فتضطر ان انت توقف علاج السكر. عيان الضغط ممكن يبقى نورمالايز فتضطر تعمله فولو اب. انما عيان الستاتين ما فيهوش الكلام ده. وانس انه ستارتد ات ويل جيف ات فور ايفر فور ايفر. واز ماتش لو كان ماشي على كريستور 20 وجيت رحت لقيت ال LDL بتاعه 25 ما توقفوش طالما العيان ما بيشتكيش. اشتكى لك قوي انزل ال 10 ده غصب عنك. انما مشي على 20 واتظبط خلاص شكرا ما تقللش الجرعه. ليه؟ لان كل الاستاديز وخاصه الاستاديز المعروضه دي اثبتت ان انت جاست ان انت تستوب الستاتينز او العيانين اللي هم بيمشوا عليه الريجولر دول مور ريسكي عن العيانين ما بياخدوش اصلا. عشان انت دلوقتي بعد ما تطلع هتحس ان انت لا اخد لي شويه ستاتين كده. لا هتاخد ستاتين هتاخد ستاتين على طول طول عمرك. لانك انت لو وقفته البروسيس اوف اثيروسكلروزس بتهيج البليتلتس بتهيج الانتي انفلاماتوري بروباراتيس بتروح فممكن تخش في ام اي عشان انت وقفت الستاتين. فهي قصه بقى عشان تبقى فاهم. قررت العيان بتاعك هياخد ستاتين يبقى طول عمره هياخد ستاتين. تمام. شكرا. شكرا استاذ الدكتور شرف الدين الشاذلي. احنا هننتقل للجلسه الاخيره وهنبتدي فيها اول حاجه